حضراتكم مجددا. النهاردة هعمل لكم صينية سمك فيليه مع خضار بطاطس وجزر وكرات وبتنجان وثوم وفلفل. دي المقادير او المكونات المبدئية. نقطع الخضار بتاعنا وهوريكم بعد كده ان شاء الله هنعمل ايه. خليكم معايا. الصينية اهي جاهزة معايا، هحط عليها بقى السمك والتوابل بتاعتي. البهارات مكونة من الكمون والملح وهوريكم. وادي السمك بتاعنا جاهز اهو مغسول وهيتحط في الصينية على الخضروات ويتبل. نبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا. نسيت اقول لكم ان السمك ده نوع اسمه بلوك الاسكان، اسمه الاسكان بلوك، بيجي كده في ليها وبيبقى مجمد. نبتدي نحط الكمون، الملح بتاعنا طبعا على حسب الرغبة، انا بحب احط كمان شوية كركم بيدوا نكهة وفي نفس الوقت قيمة غذائية عالية لأي حاجة، لانه يعتبر مضاد اكسدة. وطبعا ما ننساش طالما حطينا كركم لازم نحط فلفل اسود، لانه هو اللي بيساعد على ان الكركم يتهضم. طبعا انا حطيت التوابل بتاعتي دي كلها بالطريقة دي، يعني ما عملتش دقة وخلطة في قلب بعضها زي ما بنعملها للسمك المقلي او المشوي، لان دي صينية ومعاها خضار، فانا هقلبهم كلهم في بعض وهحطهم مع الخضار. هحط السمك مع الخضار وهبتدي اقلبهم كلهم في بعض. ونسيت اقول لكم ان احنا محتاجين نحط كمان عصر ليمونة، لانه بيديلها نكهه وفي نفس الوقت مزازه وبيديها طعم حلو قوي للسمك، لصينيه السمك. صينيه سمك يعني ليمون وكمون وزيت زيتون وطبعا فلفل اخضر. وبالنسبه للناس اللي عندها حساسيه من الفلفل ممكن تستغنى عنه. نوزع كل حاجة بحيث ان كله يبقى ايه متساوي، علشان خاطر ما فيش حاجة ما تاخدش الطعم، يعني عايزين كله ياخد طعم بعضه. انا رصيت السمك من تحت خالص ورصيت عليه الجزر وهحط البطاطس، والبتنجان هحطه خالص من فوق الوش علشان البتنجان بيستوي بسرعة ما بياخدش وقت. حابة اوريكم الكيس نوع السمك ايه بالظبط. اهو ده الكيس بتاع السمك اهو، وده اسمه. صينية السمك دي تنفع بكذا نوع، بالنوع ده والنوع التاني اللي هو بيسموه في مصر عندنا زمان كانوا بيسموه بقلاخ، بيبقى مملح، او الكود. الكود برضو بيبقى نوع من السمك زي سمك البقلاخ كده، بيبقى مملح وبتنقعه طبعا في مياه. الانواع دي بتنفع في الصينية دي قوي، وبالذات برضو النوع ده. وبكده صينية السمك هي جاهزة عندي بعد ما تبلتها. حاجة من الاتنين، يا اما تسيبوها متبلة في التلاجة، يا اما يعني تحطوها على طول في الفرن وتاكلوها في نفس اليوم. لو مش مستعجلين يفضل ان انتوا تسيبوها متبلة، لانها كل ما تشربت مع في التوابل واكلوا يعني كله اخد طعم بعضه بتبقى طعمها احلى بكتير. فانا هسيبها شوية في التلاجة لان انا مش مستعجلة عليها. ونديها عصرة كمان للليمونة
من فوق الوش علشان خاطر البتنجان بتاعنا ما يسودش لو احنا هنسيبها ايه متبلة إيه شوية، يعني مش هنعملها على طول في الفرن. يا سلام على رشة زيت زيتون فوق الوش، هتديها طعمه حلو جدا اهي، عشان ما تخليش الصينية جافة معانا، لان نوع السمك ده بيبقى جاف شوية مش دسم، ف يعني احسن ان احنا نحط شوية زيت زيتون مش كتير. وفي نفس الوقت عصير الليمون اللي حطيناه والخضار كله هينزل مية، فبالتالي هي يعني هيستوي في نفس ال يعني كأننا بنسويه بالبخار، كله هيستوي منه فيه، مش هنحط له اي مية، وهيستوي في الفرن. طبعا لو عندكم انستنت بوت بتبقى حلوة قوي للحاجات دي، بس انا عندي، بس انا ما بحبش اعمل فيها بصراحة الحاجات دي، بحبها في صينية كبيرة كده واحطها في الفرن. جاهزة معايا اهي، هندخلها الفرن على درجة حرارة مسبقا 375، ولكن حابة اقول لكم ان انا هغلفها بورق زبدة اللي هو البارشمنت بيبر والالومنيوم. الاول هنغلف بورق الزبدة. غلفنا الصينية بتاعتنا اهي، ودلوقتي الصينية بتاعتي جاهزة اهي، هدخلها الفرن. الصينية بتاعتي الفرن، دخلتها اهو على الشبكة من فوق، وهقفل الفرن بتاعي. دلوقتي جاهزة، خرجت من الفرن اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كله استوى ما شاء الله، وبقى طري جدا وحاجة ممتازة، والريحة رائعة رائعة. والسمك اهو، الصينية ريحتها تحفة تحفة تحفة. السمك طبعا من تحت، اتمنى يا رب الطريقة دي تعجبكم، واذا حازت على اعجابكم اتمنى ان حضراتكم تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للقناة، وشكرا لحضراتكم على المتابعة وعلى وقتكم القيم. كان معاكم بنت النيل من مطبخ بنت النيل في كندا، والسلام عليكم.